استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في قصر الصخير هذا اليوم، معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومعالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. ورفع معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى ومعالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز إلى جلالة الملك المعظم رعاه الله خلص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، معربين عن عميق اعتزازهم بقيادة جلالته الحكيمة ونهجه السديد، مشيدين بالإنجازات الشاملة التي حققتها البلاد في عهد جلالته الميمون لما فيه تطور ورقي شعب البحرين الوفي، راجين المولى العلي القدير أن يحفظ جلالته ويوفقه ويرعاه وينعم على جلالته بمفور الصحة والسعادة ودوام العافية ويديم على وطننا الغالي عزه ورخاءه وأمنه واستقراره تحت قيادة جلالته. وقد بادلهم جلالة الملك المعظم التهنئة بهذه الذكرى العزيزة شاكرا لهم تهانيهم ومشاعرهم الطيبة، وأشاد حفظه الله بالإنجازات العديدة التي حققتها السلطة التشريعية على صعيد تطوير القوانين والتشريعات التي تخدم تطلعات المواطنين وتلبي كافة احتياجاتهم وإسهاماتها المشهودة في تعزيز مسيرة التطوير والتحديث والحفاظ على مكتسبات الوطن وإبراز إنجازاته في كل المحافل، وبالدور المهم الذي تطلع به السلطة القضائية في تعزيز مبادئ العدل والمساواة والحفاظ على الحقوق والحريات، منوها بالتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات لما فيه الخير للمملكة وشعبها الكريم. وأكد جلالته أن ميثاق العمل الوطني سيبقى منطلقا نبني عليه مسيرتنا المباركة ونجني ثماره لتعزيز مختلف الجوانب الديمقراطية والتنموية. وأثنى رعاه الله على ما حققته المملكة من إنجازات كثيرة عبر تاريخها بفضل تكاتف أبنائها وترابطهم وتعاونهم جميعا، مؤكدا جلالته أن مسيرتنا المباركة تمضي على درب الرقي والتقدم لمستقبل أكثر ازدهارا وريادة لوطننا العزيز، شاكرا كل الجهود والمساعي المخلصة والخيرة التي تبذل في سبيل رفعة البحرين وتطورها.